في حفل بهيج حبس أنفاس المشجعين انطلقت مساء السبت في العاصمة الإماراتية أبوظبي بطولة كأس آسيا 2019 باستاد مدينة الشيخ زايد الرياضية. وحول حفل افتتاح أكبر بطولة لكأس آسيا على الإطلاق الملعب إلى منصة حية للموسيقى والألوان في تحية لكرة القدم الآسيوية وتعبيراً عن هوية شعب الإمارات التي تستضيف البطولة للمرة الثانية في تاريخها. وانطلقت البطولة التي تقام تحت شعار جمع آسيا معاً بأغنية زانها زايد التي اشترك في أدائها الجسمي وبلقيس وعيد المنهالي محاطين بمئات المؤدين صنعوا تجربة مميزة مهدت الطريق أمام المباراة الافتتاحية بين الإمارات والبحرين. وشارك أكثر من 600 عارض محترف من الإمارات ودول أخرى في الحفل، فضلاً عن قارعي الطبول والراقصين وصقور مستمدة من فن الأوريغامي، وقدموا سلسلة من اللوحات الفنية الرائعة التي أشعلت الحماس في الاستاد. وعلى مدار 13 دقيقة روى العرض الذي أشرف عليه محمد درويش الزرعوني وأخرجه روشان سوماتشان قصة منصور تميمة البطولة، وهو صبي إماراتي يستمد الإلهام من تحليق الصقور ويوجه رسالة ترحيب حارة لآسيا وبقية دول العالم. كما شهد الحفل نماذج لصقور عملاقة وبتلات لوتس أكبر من المعتاد، إضافة لنموذج ضخم لكأس آسيا الجديدة. افتتح البطولة بالتعادل الإيجابي هدف لهدف بين كل من منتخب الإمارات والبحرين. عرضية خطيرة خطيرة، جول 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 جول، البحرين يسجل، البحرين يسجل أول أهداف المباراة. أحمد جمعة يخرج من تشكيلة التشيكي، سيد شوبر، أحمد خليل يعيد الإمارات. نعم الإمارات عادت، الإمارات عادت إلى التعادل عن طريق أحمد خليل. يذكر أن المباراة الثانية في المجموعة الأولى ستقام الأحد في 4:30 عصرا بين منتخبي تايلاند والهند.